فوق مثلك مثله يعني. احترمي حالك يا صاحبي. ايه عم بحكيك إلي ساعتين بتقلي مركز؟ ايه مركز معي. بشو مركز؟ باللي جايين من الفضاء عيونهم جسمهم أخضر وعندهم هيدا أنتنات. مين هو؟ مين هو؟ شفت إنك مانك مركز معي؟ ليه صاير هيك عادي؟ ليه صاير هيك؟ أنا صاير هيك؟ أنت ليه صايرة هيك أصلاً؟ أنا ليه صايرة هيك؟ ايه؟ أنا ولا أنت اللي مغير؟ أنا اللي مغير؟ ايه طبعاً أنت اللي مغير. مش ملاحظة حالك صاير ما بتنطقي؟ أنا اللي ما بنطق ولا أنت اللي ما بتنطق؟ أنا اللي ما بنطق. ايه عادي ما بتنطق. سوري. شكله شكله هو صح. ليه عم تحكي هيك عن نعيم؟ خلصنا خلصنا بقى عن جد عادي. شو على شكله شكله يعني شو؟ فوق بك مثلك مثله يعني. احترمي حالك يا صاحبي. ايه طب اذا بتريد ما تبلش تزفر بالحكي لانه ما بقى الجليدي هذا تبعك ال قوليها اللي رح تطلع هلا. قوليها لا قوليها. بتعرف شو؟ خليني انا شو بدي بهالشغله؟ خليك قاعد انت وصاحبك انبسط انت وياه. تعي 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 خدي سيجارتك. حل عنت فيها. هلا بالك فيها لسيجارتي صرت. ايه يلا باي 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 روحي الله معي. بتعرف شو يا ريت ما بترجع على البيت احسن. ايه ماني راجع على البيت. ايه بيكون احسن. شو في هلا؟ شو في عادي؟ شو في؟ وعقول جيت وقت انا يمكن لا يا خيي لا ما بقى تنطق نعيم ما بقى تنطق. طيب شو القصه هلا؟ ليه شو صار؟ خيي ليك اوعى تتجوز. هي كيف ما اوعى يقول لك عقلك انه شي نهار بدي اتجوز. بصير في مشاكل دائما ودائما بتنحل يعني ما في مشكل ما بينحل اذا ما تقلي بينحل ما بتنطق ما بقى تنحمل ما بقى تنحمل. لا لازم تعمل شي طريقه ترجع. اي طريقه بلا بلوط لا بتصير هاي الشغله وين ما كان بس دغري بترجع بتظبط اذا انت بدك بشرفك بدك انا احكي لك اياها بس ما هي لا ما تدخل ما تدخل بس لازم تعمل شي. طب ليك روح الحق له شو بقدرك هيك ما تركني منها خليها تفل. شو العمل هلا هيك بتتركها يعني؟ خلص انا بحلها. اوكي حلها يا عادل بس من هي هيدي مرتك كمان يعني معلي مرتك ام ولادك. انت لزلوز؟ ايه انا لزلوز. انت طحبوش؟ ايه انا طحبوش. مين حبيبي انا؟ انا هاي هاي نعيم. شو هون مبين؟ هاي كيفك؟ يا عمي شو بحبه لصاحبك؟ قعدوا عالفضل بتضل بسيرتك عن جد؟ ايه هون بتضل بسيرتك. شو عم شوف انا عن جد؟ شو بحبه لنعيم؟ هاي هي خبرية الوضع مش مثل هذيك مرة لما تركت. حسن كثير؟ مش الحال؟ ايه تخيل يعني شو تكون بلا مخ وبلا فهم يعني اذا بحكي معه بهالطريقة. خلص هيدي قصة النقر والنقير والدبة وعصري انا وياها انسى. برافو خي خي يا بوشي كابوش. ابوشي كابوشي. مين طحبوش؟ انا. ان شاء الله تضلوا هيك عن جد بحطها. لا انا 100 مرة بقول لك شفت؟ بس خبرني شو عاد صار شو كيف صارت القصة؟ طلقتها. شو؟ ايه ايه مثل ما عم بقول لك. كيف طلقنا يعني؟ كيف يعني؟ طلقنا يعني هلا طلقنا وصرنا مصاحبين، رجعنا مصاحبين من اول وجديد. هلا مطلقين؟ ايه ومصاحبين؟ ايه طلقنا وانسحبنا. شوف الاولاد شوف الاولاد شو مبسوطين والله. الاولاد مكيفين. كثير مبسوطين الاولاد. كثير. انت بدك تجي لعنا. ساعتها بدكم شو هلا مطلقين ومصاحبين؟ بدك تشتاق لها من وقت لوقت. ايه لا يزعب وجهك كل النهار. ايه 100% بخلقتك 24 ساعة بتقعد بتلاقي خلقته بوجهك مش ظابط اصلا. يا بوشي يا بوشي. ابوشي بوشي.